Şunları bir nesi böyle. شنو كتعني لك ديك الوردة؟ شنو هي شنو هي بالنسبة لك هاد الوردة؟ شي كلمة شحال من حاجة شحال من حاجة مع حال حرية السلام من اللي خلاك زعما تزرع هذيك هاد الوريده احنا ملي دزنا حنا وصاحبي انا شفنا ديك الورقه وقريناها يعني هذيك النبته راه محتاجه شي واحد محتاجه للحياه يعني ضروري خص شي واحد يتطوع ويغرسها بارك عليكم واخير بارك بارك ماشي نجيبها باش تدوز لنا صافي وفينا وينا زعما حاجه قلت لك الطبيعه بصفه عامه لا الجرده ولا شحال من حاجه هي راحه النفس ديالنا وشحال من واحد تكون عنده الضغط ديال العمل ديالو في الاسبوع في الويكاند تيخرج للطبيعه ويخرج يدير خرجات هو والعائله ولا ديزامي ديالو باش يريح نفسه ويسترخي باش يبدا اسبوع جديد طلع فوق طلع فوق طلع قطع العشبه اللي على الورده باش تصلي